وعم نستنى الرجعة نرجع لبيوتنا. أنا بيتي قريب، يعني 300 متر خط نظر، خط نظر 150 متر، بس إذا مشينا بالحارات أو بالشوارع تقريبا 300 متر رح توصل بيتي. أنا خليل إبراهيم من أهالي تادف. نزحنا من هون بال 2015 عن بيوتنا وطلعنا باتجاه مدينة الرقة، باتجاه البوعاصي، بهذه المناطق الشرقية يعني. وأنا بيتي قريب علي، يعني هون ببعد تقريبا شيء 300-350 متر عن المنطقة هوني. وأنا حاليا بارك في بيت أحد أصدقائي، باركهم فيه وشوفت هيك والسقف شلون مهدم، يعني باركين على الدمار، ما في شيء، نحن باركين هون يعني تحت خط النار تقريبا، يعني الجبهة ما بتبعد عننا تقريبا شيء 150 أو 200 متر، خط النظام يعني ببعد عننا هون. وباركين وعم نستنى الرجعة نرجع لبيوتنا. أنا بيتي قريب، يعني 300 متر خط نظر، خط نظر 150 متر، بس إذا مشينا بالحارات أو بالشوارع تقريبا 300 متر رح توصل بيتي. هذا البيت لأحد أصدقائي اسمه عبدو الحداد من أهالي ومدينة تادف، أحد أصدقائنا يعني الله يرحمه توفى. طبعا يعني أنا يعني بتمنى اليوم قبل بكرة أرجع لبيتي، يعني أنا الحالة هاي ماي حياة، هي يعني هاي ماي حياة، ما لك أمل في شيء هوني، يعني بيرك في بيت ما هو بيتك، لا بتحسن تزرع شجرة، لا بتحسن. أنا عندي أرض الحمد لله رب العالمين، وعندي بيتي، بيتي ما بعد عني شيء. أنا بتمنى يعني اليوم قبل بكرة أنا أرجع لبيتي، أنا بدي أرجع لبيتي على أرضي، يعني أبني شيء، أعمل مستقبل. هلا هون يعني ما لنا مستقبل نهائيا، ولا عنا أمل شيء في الحياة هون أبدا، يعني بيركين تحت ركام تحت كذا، يعني بيتنا بنحسن نعمر، بنحسن نشيلها الركام، هي نشيلها النظفة، بس بيت ما هو بيتنا، ما عم نحسن نعمل فيه شيء، ما ممنوع، ما البلد ما فيه حدا نهائيا، يعني بلد وحشي جدا. يعني ليش النظام ما بسمح لنا نرجع؟ بارك فيها النظام ما بسمح لنا نرجع على بيوتنا او على مكاننا. ان كان داعش يعني سوت فينا العجايب، شفنا الناس المقصوصة، وشفنا الناس اللي عم تندبح، وشفنا اللي عم بنقتل، وشفنا اللي عم بنصلب، وشفنا اللي عم تنقطع ايده مثلا، وشفنا اللي عم بنقص راسه على الدوار، نحن سميناه دوار السنتر من كثر ما صار فيه قص روس. يعني النظام كمان كذلك امر دمار، ضرب، قصف، طيران. لا هلا يعني نحن هيك وضعنا الحمد لله رب العالمين كويس، بس نطلب انه نرجع لجوا، نتقدم لجوا على بيوتنا. يعني هلا هون نحن ما فرق علينا شيء، يعني اسمنا مهجرين. انا اذا باني بيرك في بيتي اسمي مهجر، يعني اذا باني بيرك انا في بيتي اسمي مهجر.